تعود المنافسة بدور عمانتل للمحترفين اليوم وغدا الجمعة من خلال مباريات الجولة 22 وقبل الختام بخمس جولات. إذ دخلت الفرق المراحل الحاسمة سواء المنافسة على اللقب أو من خلال الصراع على البقاء وتفادي الهبوط. الجولة 22 ستفتتح اليوم بأربع مباريات، إذ يبحث الشباب المتصدر المتمسك بالصدارة وبفارق نقاط عن ملاحقه عندما يستضيف فنجة في موقعة صعبة باستاد السيب، فيما يتمسك العروبة بأمل المنافسة على اللقب في مواجهة السويق بمجمع صحار، بينما يبحث النصر عن مواصلة انتصاراته في مواجهة الرساق بمجمع صلالة الرياضي.